التعاون. كرة ملعوبة الآن، مرور جميل من لافيبا، تمريرة رائعة باتجاه أحمد الحربي، هذه خطيرة لمصلحة التعاون، وركلة جزاء. قرار خليل جلال بركلة جزاء لمصلحة التعاون. ركلة الجزاء على ماجد المرشدي، إذن ركلة جزاء لمصلحة التعاون. سكر القصيم يضغط في الدقائق الماضية ويتحصل على ركلة جزاء بخطأ من ماجد المرشدي. 25 دقيقة من زمن شوط المباراة الأول تسفر معها عن ركلة جزاء في هذه المباراة، وهي الركلة الجزاء الخامسة التي يحتسبها هذا الحكم خليل جلال في خامس مباراة يديرها في دوري زين. خمس مباريات أدار، هذه الخامسة، وهذه خامس ركلة جزاء يحتسبها بواقع ركلة جزاء في كل مباراة. الآن ركلة جزاء لمصلحة التعاون، التعاون يقترب من أن يفتتح النتيجة ويفتتح التسجيل عن طريق أحمد مفلح الآن لمصلحة التعاون في المرمى. في المرمى، والتعاون نظر للأعلى، التعاون يسجل أول أهداف المباراة. سكر القصيم، حلو المذاق، سكر القصيم يتقدم في المباراة. هدف أول لمصلحة التعاون، هدف أول للفريق اللي لا يريد التعثر في هذه المباراة، والذي يتوعد الهلال. الآن يتقدم التعاون بأول أهداف المواجهة. أحمد مفلح يسجل ثاني أهدافه، بل ثالث أهدافه مع التعاون، ثالث أهداف أحمد مفلح مع التعاون وأول أهداف التعاون في هذا اللقاء. إذن 26 دقيقة تغيرت.